عمتم بخير؟ وانت بخير ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. اول يوم اصفر لهم هنا. ها؟ تقول الله يا ربي يضيع صفير، اديها واحد، اعطيها واحده صفيره. ها؟ صفير ولا بختم؟ والله الحين من يوم اخش من عند البوابه حق جده ابغى اصفر لكم. اذكرك بايام العسه. الله لحقت انت طبعا العسه. انت طبعا لحقت اللي قبل العسه كمان. انا ما حضرت العسه بالله يعني. لا والله من جد اسماء معينه كان في العسه والله من جد. تتذكروا ناس؟ اسماء انا ما اذكر اسماء لكن هذه لها رموز. خلاص يعرف في خطا حاجه لها نغمه هم يعرفوا بالصفيره هذه. ايوه عسه. ايه طبعا الاساس مين انشا الاساس؟ سيدنا عمر بن الخطاب. اوه نعم. سيدنا عمر بن الخطاب هو من اول من انشا نظام الاساس. كانت مستمره نواحي امنيه. ايوه ايوه كنت لعهد الملك فيصل يمكن هذا بس كانت مستمره وحضرناها الى الملك فيصل. نهايه الملك فيصل الملك خالد خلاص. بدايه الملك خالد انا اذكرها كان عندنا في الطائف الشيخ عمر الشيخ عمر السفياني شيخ العسس الطايف السوق عند مسجد هادي يقعد. كلهم رموز وكلهم مع الشومة حقته كده ويعني ناس كانوا عساوي يعني هو عسى لازم يكون له مواصفات معينه. تلاقيهم دائما متجمعين عند العمده هم تحت اشراف العمده. شيخ العسس في عندنا احد البيوت سقاق شمس وسكن في بيوتنا. جاء فتره سكن في بيوتنا. احنا عندنا شيخ العسس. اوه كثير الامر. يعرفنا فلما عاد احنا كبرنا قدو نقل من البيت. بس عارفنا انا فلاقينا امشي في الليل شيخ العسس حمايه. ما شاء الله. اي اكيد. ايوه هذه العسس. ونسمعهم صوت هذا. وحتى العسس كنا واحنا صغار نسمع الصفير نشعر بالامان. بامان صراحه. والامان الحمد لله موجود امام بالله. نعم. نعم. لكن احنا صغار اطفال نسمع صوت الصفيره دي زي لما تمشي وتشوف دوريه ماشيه خلاص تشعر كده بارتياح صراحه. حتى المرور حركه السير وكان في ولا لا الدوريات الراجله. ايه الدوريات الراجله. ايه المرور كان بالصفيره. ايه نقطه العسكري. نقطه العسكري. ايه بالصفيره صافي. يلا امشي هذا. ايه ايه وتحترم. ايه تحترم ما في ليه. يعطيك العافيه. واحده كمان. والله لاهلك كان يوم ما دامت عرفت انه ضايقك اجي عند البيت عند بيتك تحت اصفر لك. كل عام وانتم بخير. استاذ طارق تسمح لي اختم اللقاء؟ تفضل.